وفي هذا الإطار نحن نرحب بضيفنا هذا المساء الدكتور حسام صالح الذي نتحدث إليه أكثر، وهو الخبير في التنمية الموارد البشرية ومستشار متخصص في هذا المجال. ولكن قبل ذلك نذهب إلى العراق مع زميل أحمد شكري من هناك، يرصد لنا آراء الناس وتقرير خاص حول ظاهرة التنمر. نتابع معه. التنمر هو ذلك القاتل الذي تسلل إلى حياتنا منذ وقت بعيد، ولكنه أصبح ظاهرة متفشية وحربا مشتعلة تحصد حياة الكثيرين. حرب جل ضحاياها مصابون بالقلق والاكتئاب والعقد النفسية، قد تكبر معهم ويورثونها إلى أجيال من بعدهم. بضع نقرات على لوحة مفاتيح الحاسوب ربما تتحول رصاصاً حياً يطلق على الناس في العالم الافتراضي. احنا حالياً بهذا وقتنا دا نشوف هواي حالة تنمر تصير على السوشيال ميديا من خلال الكيبورد. هواي ناس دا تشهل مضارة أو أسباب اللي تؤدي مثلاً إلى الانتحار، إلى الموت، إلى حالات نفسية دا يعاني منها الكثير. فهواي أنواع من التنمر، وخاصة على المشاهير، الناس اللي بالسوشيال ميديا، الإعلاميين اللي دائماً تنعرض صورهم ومواضيعهم على السوشيال ميديا. إحنا ما نخفي أنه التنمر إلى أنواع كثيرة بين الأزواج، بالمدارس، بالعمل، وحتى على بين الزملاء. ممكن أنه أنت بدين، أنت من ذوي البشرة السوداء، أنت، فهذه الأنواع راح تسبب عندنا عقد نفسية. التنمر هو ظاهرة سيئة تؤدي إلى مشاكل كثيرة. أشكال التنمر طبعا عديدة، منها تنمر الجسدي من خلال العنف والضرب، كذلك التنمر اللفظي من خلال تنابز بالألقاب، الكلمات العنصرية، كذلك من أخطر أنا أشوفها اليوم كمجتمع نعيش به التنمر الإلكتروني بالخاص وسائل التواصل الاجتماعي، ماسنجر والفيسبوك والإنستغرام. يعني أشوفها كثيرا، ممكن الضحية يعني تؤدي فد يعني شد أمور كثيرة مؤلمة للشخص اللي تنمر عليه. هذه الظاهرة العالمية بدأت تسيطر على الطلاب في المدارس بشكل أكبر، إذ تكشف إحصائيات اليونسكو إن ربع مليار طالب يتعرض للتنمر من إجمالي مليار طفل يدرسون حول العالم. وينقسم التنمر إلى نوعين: مباشر جسدي كالدفع والضرب، وتنمر غير مباشر كالابتزاز والتلاعب بالآخر والتهديد والسخرية. بعض النماذج من الطلاب هو يقدر ياخذ حقه، واحيانا يستخدم نفس الاسلوب من الاعتداء البدني، ولكن هنالك فئة من الطلاب يعني سلوكهم جيد، هو بسيط، اخلاقه عاليه، تربيته اللي تعود عليها ما تسمح له انه يقابل التنمر بتنمر مقابل. هنا دور المؤسسه التعليميه تسند هكذا حالات وترفع من معنوياتها وترجع إلى وضع الطبيعي، بالإضافة طبعا إلى دور البيت والمتابعة من قبل أو التعاون ما بين المؤسسة وما بين البيت. نصحانة برأي شخص كنصيحة، سوي رجيم لأنك زايدة وزن، طبخة مقرب صراحة ما في شيء حلو مبهدلة من الأصل. التنمر بقسوته وبشاعته أنهى حياة الكثيرين في مصر والكويت والعراق ودول أخرى، فيما واجهت يوتيوبر أردنية التنمر بطريقة مبتكرة، فقد حولت التعليقات المسيئة إلى أغنية ناجحة حصدت من خلالها ملايين المشاهدات خلال أيام معدودة. لبرنامج بيت للكل، مناف الموسوي، بغداد.